اللي لازم نبتديها بالتهنئه انها وند مبروك نتيجه الاستفتاء. الحمد لله. وشوشه صباح الفل والف مبروك. صباح الفل عليك يا كريم وصباح الخير والفل والنصر على كل مشاهدينا دايما في كل مكان، سواء في يعني مصر او في الوطن العربي او حتى في دول مختلفه. احنا عارفين برضو في يعني جاليات مصريه وعرب كتير جدا في دول العالم المختلفه بيتابعونا. يعني صباح الفل والخير واخبار حلوه جدا ان احنا نبدا بيها، لان يعني كانت نتيجه استفتاء طبعا وشوشه، ودي يعني او ده بيكون واحد من اكبر الاستفتاءات اللي بتتعمل سنويا. الحمد لله النادي الاهلي كمان كان افضل يعني نادي رياضي، وكابتن الخطيب كان افضل رئيس نادي، وموسيماني كان افضل مدير فني، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان افضل مدير كوره، والشناوي افضل حارس مرمى، محمد شريف افضل مهاجم، معلول افضل محترف بالدوري، السوليه افضل لاعب وسط، اكمل اوكي اكرم توفيق افضل ظهير، ايمن احمد عبد القادر افضل لاعب صاعد، مجدي قفشه افضل صانع العاب، وحسين الشحات افضل جناح ايمن، ونهاوند سري افضل اعلاميه رياضيه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. يعني مبروك. الحمد لله طبعا، والواحد مش مستغرب، لان انت طول ما انت بتبقى الكبير، طول ما انت بتبقى الناجح، طول ما انت بتبقى رقم واحد مش بالكلام، بالتعبير وبالتاريخ وبالارقام، فده شيء متوقع جدا. مبروك علينا جميعا، مبروك على حضراتكم جماهير الاهلي. وخلي بالك برضو يا كريم، نتيجه الاستفتاء ده راجع ليه جماهير الاهلي او عيله الاهلي اللي هي بتبقى في ظهرنا، يعني لولا عيله الاهلي انت برضو ما كنتش حصلت على التصويت ده، فمبروك علينا كلنا بجد، كلنا جزء من هذا النجاح. يعني شيء جميل وبدايه اعتقد سعيده لحلقه النهارده اللي ان شاء الله يعني تنال الرضا واستحسان كل حضراتكم. دي كده بس ايه، مجرد استفتاح يعني كده كلام. ايه يعني ولسه ولسه بالضبط. وعلى فكره دي مش اول مره، السنه اللي فاتت برضو الحمد لله، واللي قبلها، يعني ده العادي بتاع النادي الاهلي. فمزيد ومزيد يا رب دايما من التالق ومن يعني اسعاد الجماهير. حقيقي هو ده اللي احنا بنتمناه كريم، اسعاد يا رب الجماهير، يا رب دايما. وهو ده اللي احنا واخدين عليه من النادي الاهلي، فدايما يا رب كده يعني مبسوطين يا رب ان شاء الله. طيب.